أعربت الأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن عدم احترام الجيش الإسرائيلي قوانين الحرب، وذلك في تحقيق شمل 6 عمليات قصف كبرى في قطاع غزة العام الماضي أسفرت عن استشهاد المئات من الفلسطينيين. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولتر تورك إن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالمدنيين قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية.